جهود كبيرة جدا لكم في موسم الحج هذا العام، وأيضا أنتم تدخلون في تحدي آخر نظرا لجائحة كورونا. حدثني عن هذا التحدي وحدثني عن خطتكم بشكل عام. الحقيقة أمانة العاصمة المقدسة لها دور كبير ضمن ما تقوم به قطاعات الدولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة تتمثل في البنية التحتية والإصحاح البيئي، أيضا الشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى في إنهاء الملاحظات أثناء الذروة وقبل الموسم. أمانة العاصمة المقدسة تضع خطة تشغيلية قبل بداية الموسم تتمثل في 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي قبل الموسم، وهي تهيئة المشاعر المقدسة بالكامل، تهيئة الطرق، تهيئة الجسور، الأرصفة، أيضا الإنارة، أيضا الأنفاق وصيانتها، كما تقوم بأعمال النظافة والإصحاح البيئي، تهيئة جميع المناخ والصحي في المشاعر المقدسة قبل قدوم الحجاج. المرحلة الثانية وهي تتمثل في مرحلة أثناء الحج، وهذه المرحلة تنحصر في الجهات الموجودة في الأمانة اللي هي الجهات التشغيلية والتي يستمر عملها التشغيلي أثناء هذه الذروة، وتبقى الإدارات الأخرى كأعمال طوارئ وفرق طوارئ استعدادا ل يعني مباشرة أي ملاحظة تطرأ لا سمح الله. المرحلة الثالثة تبدأ بعد خروج حجاج بيت الله الحرام من المشاعر المقدسة من خلال نظافة المشاعر والإصحاح البيئي وتهيئتها بإذن الله للموسم المقبل. جميل. متى بدأت مهندس محمد في عملية التشغيل وعملية الصيانة، خاصة موسم حج العام الماضي لم تستخدم المخيمات، كان إسكان الحجاج في الأبراج؟ نعم. وأيضا ربما الجسور أيضا لم يكن هناك ذاك الضغط عليها، الطرق، كل الأماكن اللي ضمن اختصاصكم أو نعم. دائرة اختصاصكم. نعم، الحقيقة الصيانة مستمرة على طوال العام. طبعا الجسور والأنفاق في المشاعر المقدسة هي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، فبالتالي هي مفتوحة طوال السنة وتستخدم بشكل دائم. أما أعمال النظافة فهي تبدأ في المناطق التي يتم فتحها بعد رمضان المبارك، فتبدأ أعمال النظافة في شوال. أيضا الإصحاح البيئي والمكافحة، مكافحة الآفات الضارة ومباشرة البؤر التي تتولد في المشاعر المقدسة في عرفة ومزدلفة ومنى. موضوع التعقيم مهندس محمد، وضعت خطة مستقلة للتعقيم، خاصة أنه هو يعني الهدف الأساسي أو الركيزة الأساسية في كل مكان، ليس فقط في المشاعر المقدسة، لكن أتكلم الآن سأتكلم عن المشعر منى وعرفة ومزدلفة، ثم سننتقل للحديث عن باقي أموركم في مكة المكرمة. نعم، بالنسبة للمكافحة والتعقيم أمانة العاصمة في خطتها التشغيلية وضعتها على 4 مراحل. المرحلة الأولى نسميها مرحلة الاستكشاف ووضع المصائد وجمع المعلومات. المرحلة الثانية هي مكافحة هذه المواقع التي يتم التواجد فيها بؤر إيجابية. المرحلة الثالثة وهي مرحلة أثناء الموسم، وهذه المرحلة تتعامل معها الأمانة الحقيقة بحساسية، فلا يتم استخدام المبيدات التي تكون ضرر على حجاج بيت الله، وإنما يتم الاكتفاء بالمواد الصديقة للبيئة. نعم. والمرحلة الرابعة والأخيرة وهي بعد خروج الحجاج من المشاعر المقدسة، يتم فعلا تطهير وتعقيم الخيام والأماكن التي يتم استخدامها من قبل الحاج كدورات المياه أكرمكم الله، أو المطابخ، أو حتى المقرات الحكومية.